الرابع بداية خطيرة لوفا نور. الله 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 خلصوا الفرسان بالرابع اللي يسجل. دياز بينية إلى لوفا نور. لوفا لوفا حطها لوفا خلصها المولدوفي بهدف ثاني في الدقيقة 42. لوفا نور يسجل هدف ثاني لمصلحة فريق الوصل. الكرة مقطوعة ويتقدم فيها احمد عبد الله بيلعبها الاهلي بيلانو والكرة الى الامام. كرة ومتابعة ومحاولة عن طريق لوفا نور حطها جول. لوفا نور حطها جول ولوفا نور يتقدم لوفا حطها لوفا. الله على لوفا الله على الأميز الله على الأروع الله على الأجمل. هذا الموسم يرغب الاتحاديين الكلباويين البقاء لموسم اخر. حمادي الله على لعبه لوفا يحطها لوفا يتابع لوفا يسجل اول الاهداف لمصلحه فريق شباب الاهلي. يمرر الى عبد العزيز سالم عرض امام الباب.